القضية اللي اليوم راح أتحدث بيها هي الماضي والحاضر والمستقبل. هم صادفك فد يوم طفلة كالملاك تخطف قلبك، نفس هذا الملاك شفته من خطف قلبك بدأ يخطف روحك، بس يحب يلعب ببحده، يصرخ يبكي بشده، ما يحب يختلط مع الاخرين. تدرون هذا نفس الملاك ما يشعر بالخوف؟ هاي الطفله حتى بالاحساس الابوي والحنان الابوي ما تشعر. تدرون ايش لقيت اكثر شيء الم بالكون؟ الأب من يبكي على بنته الوحيدة ويكون بكاء صامت دون أن تنزل قطرة واحدة من عينه حتى لا تنهار صورته أمام زوجته وأولاده أنه ضعيف. هم حسيت فد يوم أنت معلق بين السماء والأرض بسبب حالة مبهمة. تدرون هذا الملاك يومية إيش كنت أسويه؟ أراقبه، أباوع عليه شلون يكبر وتكبر أحلامي وياه، بس آلامي كذلك تكبر وياه. أني من حسيت وتألمت عانيت وشاهدت بسبب بنتي الوحيدة حنين، لغز لغز لعين مدة 3 سنوات أريد أحل هذا اللغز، بس رب صدفة خير من 1000 ميعاد. بإحدى المستشفيات، مستشفيات بغداد، قايد بنتي شافتني سيدة فاضلة مستطرقة، نظرت إلى بنتي قالت هاي بنتك أخذها واذهب إلى معهد اضطراب التوحد اللي بأربع شوارع. رحت أخذت بنتي وطبيت باب الإدارة. تدرون ايش لقيت بالإدارة؟ لقيت هاي اللوحة معلقة على جدار الإدارة. من شفت هاي الرسوم رأساً عرفت بنتي مصابة باضطراب التوحد، لأنه كل ما تحمل هاي اللوحة هي موجودة ببنتي. انحل اللغز اللعين بنفس اللحظة، بس القدر ما يشي أنه يفارق من عندنا الآلام. إجانا ألم آخر آني والدتها، ألم الفراق، أنه يأخذون بنتي من عندي مدة سنة لأجل يتحسن سلوكها، نسميه برنامج تعديل السلوك. بس تدرون السبب ليش أخذوها لمدة سنة من عندي؟ لأنه كنت من أقود حنين وأخذها الأربع شوارع أسد عيونها على مود لا تشوف الجثث اللي موجودة بأربع شوارع، وحفاظاً على حياتها من الإطلاقات النارية العشوائية. فاضطرينا أنه نسجل حنين بقسم المبيت بنفس المعهد. بسبب طفلة معاقة تغير بوالدها وبالمجتمع، مع العلم المجتمع رفضها ونبذها. أنا واحد من اللي غيرت بيهم حنين. أنا شخص هسه ناشط باضطراب التوحد، مع العلم أنا صاحب شاحنات، فشتانة ما بين الأمرين.
تدرون بسبب حنين، بسبب حنين وياسمين وأحمد وعبودي أسسنا جمعية تعتني باضطراب التوحد. تدرون حنين بعد ما كسرت الكريستالة اللي كانت تحيط بيها وتبعدها عن المجتمع ووالدها، طلعت رادة التعليم بجهود الخيرين وأنشأنا المدرسة الأولى في العراق الابتدائية للتربية الخاصة. حنين وأصدقائها الأربعين هسه يعرفون شيء من القراءة والكتابة. تدرون بسبب أولادنا نشرنا التوعية بالعراق كله عن اضطراب التوحد. بسبب أولادنا طورنا مهاراتنا، عرضنا فيلم في مؤتمر عالمي من المؤتمرات كان بأيدي عراقية خالصة، شلون نطور الطفل اضطراب التوحد. تدرون ايش صار بذاك المؤتمر من عرضنا؟ نال إعجاب كل المؤتمرين. أخيرا وليس آخرا اعلموا اضطراب التوحد لا يأتي وراثيا، وأني أكبر مثال قدامكم. أما بالنسبة إلى بنتي حنين، هذا ملاكي الصغير، هسه أنا أعيش وياها بسعادة بدون آلام، وهاي بنتي الوحيدة وليس المتوحدة. وشكراً.